وهل هناك فرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد؟ الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد أن خطبة الجمعة ركن، أما خطبة العيد فسنة، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وخطبة العيد بعد الصلاة. وخطبة العيد يسن افتتاحها بالتكبير، أما خطبة الجمعة فلا. وخطبة العيد يندب لمن استمع إليها أن يكبر عند تكبير الخطيب، أما خطبة الجمعة فيحرم الكلام في أثنائها. وخطبة الجمعة يشترط لها الطهارة وستر العورة بخلاف خطبة العيد على خلاف للفقهاء في ذلك، والله أعلم.